أحسن الله إليكم. تقول السائلة فضيلة الشيخ، قرأت في أحد الكتب ويشاع عند بعض الناس أيضا بأن أرواح الموتى تلتقي مع أرواح الأحياء في المنام، هل ورد هذا في الكتب الصحيحة؟ نعم، هو من أحوال الموتى والله أعلم أنها تلتقي أرواحهم مع أرواح الأحياء وتتكون الرؤية، تتكون الرؤيا في المنام، وهذا شيء واقع ومجرب وله أصل في قوله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. والوفاة على قسمين: الوفاة التي هي مهارقة الروح للجسد بالموت، والوفاة بالنوم، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، هذه وفاة صغرى، وكل منهما يتوفى، هذا يتوفى الوفاة الكبرى وتفارق روحه بدنه، وهذا يتوفى الوفاة الصغرى بالنوم. نعم.